وقت بشوفكم وبالرغم من كل المشاكل ضلينا واقفين جنب بعض وأثبتنا أنه نحن مشاكلنا واحدة. واللي خلاني يكون قوي هو زوجتي مهك. فيكي ونهال تعالوا. إيه؟ أنا زودتها اليوم وقلي كم يوم عم عصب على فيكي ومنشان هذا الشيء نهال بلشت إنه تكرهني وتتضايق مني. بس صدقوني يا جماعة أنا بتمنى لكم الأفضل. أنا قلقان عليكم وقلقان كيف رح تدبروا أموركم. لهيك هذا الشيء كتير عم يزعجني. وبالنظر لجهود فيكي أنا واثق بإنه هو رح يقدر يثبت حاله كتير منيح. أنا متفائل إنه رح يقدر يحقق كل توقعاتي. فيكي أنا بتمنى لكم التوفيق من جوات قلبي. شكرا. مهك أنا بس بدي أقول لك شوريا إني اشتقت لهذا الجانب من شخصيتك. الجانب اللي بتهتم فيه بالناس. أديت كمان رقصة مفاجئة قدامهم. أنت صح مغرور وعصبي كتير بس قلبك كتير طيب. ولهيك عم فكر أقدم لك مفاجأة وهالمفاجأة هي إني أسعدك وإنت رح تحبها كتير ورح تشكرني عليها. مهيك بس مهيك الكل تحت رح يجوا يدوروا علينا هلأ. بس أنا هلأ بالغرفة مع زوجي ولهالسبب مو مهتمة بتفكير الناس. يفكروا شو ما بدهم عادي مو مهم. مهيك وهلأ بلكي وقع القناع عن وشي فجأة وقت خطتي رح تتدمر. مهيك شوريا انتبه. ساعدونا يا جماعة حريق. طفت مش الحال. مهيك خلص ما في داعي انه تخافي. هو كان حريق صغير. بنتي خلص ان انطفوها. بس كيف صارت؟ كيف صار هيك؟ مين كان السبب؟ اكيد هالشي ما كان مقصود. ماما انت منيحة ولا انحرقتي بالنار؟ لا لا نيف كل شي تمام. هو كان حادث صغير بس. مهيك ما في داعي تقلقي وتخافي. رح خبر الكل انه الحفلة خلصت. لا فيكي لا تعمل هيك. الناس كلها مبسوطين هون. لا ما هيك. لا اللي عم يحكي فيكي صح. انبسطنا وحاجتنا. فيكي قول للشباب انهم يوقفوا الاغاني هلأ.
وقدم العشاء للمعزيم. يلا رح جيب العشاء لهون، انت لا تقلقي. لا خالتي ما في، انا اخذت القرار، انتوا ارتاحوا هلا. انت خايفه كثير ولازم هلا ترتاحي شوي بنتي. يلا تفضل، يلا بسرعه يا جماعه، يلا تفضلوا. يلا يلا نرتاح شوي بنتي. واجهت موقفين خطيرين بهاليوم، المهمة عم تتعقد كتير يوم عن يوم. لو قربت مهيك مني قناعي كان رح يخرب وتعرف هويتي. لازم بدل فيكي بأسرع وقت، مع مساعدتي يلي بوثق فيها صار وقت. ناليني تجي وتساعدني. جهز كل الأمور منشان بكرة الصبح، بدي منك شغلة مهمة كتير. ايه بأمرك يا معلم، أنا رح جهز كل شي منشانك. طلبوا إنه يوقفوا الموسيقى والأكل طلع لنص غرفة مهك، والكل اجتمع حواليها وعم يحاولوا إنه يهدوها. بس شو صار يا أمي؟ المفروض هاي حفلتي، بس ما هيك أخذت كل الأضواء مثل العادة. وين ما رحت هيك بصير، ما هيك شعر ما بتسرق الأضواء. من وقت كنت صغيرة والوضع هيك، بس أنا فكرت حياتي رح تتغير بعد الزواج. بس لا يا أمي، ما في شي رح يتغير. أمي أنا مو حلوة مثل ما هيك، ولا فيني يكون مضحية بحياتي مثل هي. هن نزعوا لي مزاجي بهذا اليوم. أمي لك حاسة إنه يوم عرسي هن رح يعيدوا نفس هاي الدراما يلي صارت بمراسم قبل الزواج. سونال أهلين. سونال أهلين. أهلين يا روحي يا قلبي. نهال شو هاد؟ مبينة مثل القمر، كيفك؟ بس وين أمه وهيت؟ إيه ليش ما إجا؟ شو بدي أقلك يا خالتي؟ وقت كنا جايين لهون اضطر موهيت يروح على المكتب فورا، عنده شغل. ما في مشكلة، تعالي معي هلا، في عنا شغل كتير. يلا امشوا. يلا يلا. شو هاد؟ ليش هيك رحت؟ يعني لازم كل مرة خلي مهيك تتصل فيك كرمال هالمراسم؟ خالتي أنا رح إجي بس نقدم الأكل. شو ماشي؟ ارفع لك فوق. شوفي تمام. هاد اكليل الزهر مو كتير حلو؟ شو رأيك؟ ايه انا بظن هيك كتير رح يطلعوا حلوين. شوفي امي ما في اي شيء.